في الفيديو ده هنتكلم على حاجة اسمها ايزوتوبس. اللي انتوا شايفينه في الصورة ده هيدروجين، بس بنقدر نسميه ايزوتوبس للهيدروجين. يعني ايه ايزوتوبس؟ ايزوتوبس ده بيكون element، يعني احنا بنتكلم على element. الelement ده عنده same proton number وعنده different neutron number. اقصد ايه same proton number و different neutron number؟ اقصد ال number of protons بتكون نفس الحاجة وال number of electrons بتكون نفس الحاجة، لكن ال number of neutrons هنا اللي بتكون مش نفس الحاجة، بتختلف. تعالوا نشوف ال isotopes بتاعت الهيدروجين. isotopes بتاعت الهيدروجين اول واحد اسمه بروتيوم، ده H11 يعني عنده واحد بروتون واحد الكترون واحد سوري زيرو نيوترون، ونحط هنا جنبه 1 1 0. ديوتريوم عنده 1 بروتون اهو وعنده 1 الكترون اللي هو ده وعنده 1 نيوترون اللي هو لونه بيربل. التريتيوم عنده 1 بروتون اللي هو ده عنده 1 الكترون اللي هو ده وعنده 2 نيوترونز اللي هو جرين والبيربل. بيبقى هنا ايه المشترك ما بينهم؟ كلهم عندهم نفس البروتون نمبر، كلهم عندهم نفس الالكترون نمبر، بس بيختلفوا في النمبر اوف نيوترونز فاوند انسايد ذا نيوكليوس. خلي بالكم في الباست بيبر لما بيجي بيسال على الديفينيشن بتاع الايزوتوب لازم تبقى محدد جدا 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 وتقول these are atoms of the same element درجة that have the same proton number but different neutron number or have the same number of proton but different number of neutron. لازم تحدد اللي البروتون the same بس النيوترون هي اللي مختلفة عشان تقدر تاخد الفول مارك. فيبقى الايزوتوب هي بتبقى different atoms لنفس الالمنت بيكونوا مشتركين في number of proton. وخلي بالك طالما مشتركين في النمبر اوف الكترون فبيكون عندهم نفس الكيميكال بروبرتيز، ده هنتكلم فيها على الفيديو في الفيديو اللي جاي، بس عندهم ديفرنت نمبر اوف نيوترون.